اسم كامل زينب علوي محمدي، مهندسة معمارية بوكالة تهيئة الضفتي أبي رقراق. حصلت على البكالوريا في سنة 2006 وبمعدل 17.57. كنت فرحانة بزاف باسكو كنت كنحاول أنني نتفوق، كان الهدف ديالي ندخل دراسة عليا ونحصل على منحة الاستحقاق ديال المؤسس محمد السادس. كنت دايرة ديجا في بالي في ذاك الوقت. العلاقة ديالي بدأ أولا في المؤسسة ديال محمد السادس للأعمال الاجتماعية، هي علاقة اللي كانت عندي عبر الوالدة ديالي اللي هي أستاذة ديال التعليم في إعدادية، ويعني بحكم القضية هذه كنت كنعرف كان عندي دراية بالخدمات ديال المؤسسة، ومنها كانت هذه منحة الاستحقاق. يعني كنت ديجا عارفاها وكنت باغا ناخذها وباغا نستافد منها، وبالتالي كانت من الحوافز ديالي باش درست بجديه وباجتهاد وباش حصلت على البكالوريا بمعدل متفوق. من بعد ما خديت البكالوريا ديالي كنا تقدمنا بطلب للمؤسسه، بطبيعة الحال كان خصنا ننتظروا النتائج باش يكون عندنا الموافقة على الطلب. فاون فوا يعني خدينا النتائج توصلنا بهم، راسلنا المؤسسة وكانت مواكبة وتتبع من طرف فرق العمل ومن طرف السيدة اللي كانت متبعة معنا الملف ديالي، وبقات متبعة معايا حتى عزلت الشعبة والمدرسة اللي غادي ندخلها باش استوفينا الوثائق اللي باقا ديال الملف وحصلنا على المنحة. انا خلاقيت وكبرت وترعرعت في مدينه ازيلال، هي مدينه جبليه صغيره، يعني كنكونوا في واحد الكوكون فاميليال، كنولفوا واحد العدد ديال الامور اللي كنكونوا فيهم مرتاحين، الوالدين كيديروهم علينا. من اول التحديات اللي كيكون فاش كتخرج من المدينه ديالك هي انك كتولي انت اللي خصك تدبر الامور ديالك كامله، اللي خصك توقف على الوراق ديالك، خصك تدبر المصروف ديالك. فهادو التحديات اللي بصفه عامه كتواجه كل طالب، وفي نفس الوقت كتعاونوا انه يبني الشخصيه ديالو. والمنحه كتبقى مهمه بزاف باسكو كتعاون الطلبه انهم تم ناحيه الماديه كيكونوا سيغتان ايبانيزمون، كيكون عنده فلوس وشخصيات، ماشي فلوس كيعطيهم. يعني كتحس من واحد الوقت المبكر الواحد كيحس بالمسؤوليه وكيحس بالاستقلال المادي. هادو عناصر مهمه في الحياه ديال الطلبه، وهادشي علاش كنتمنى ان هاد المبادرات تطول اكبر عدد ديال الطلبه، وكتسمح لهم انهم كتعلمهم يدبروا الامور ديالهم من واحد السن مبكر، وهذا مساله مهمه فيما بعد. يعني واحد كيبدا بكري في التدبير ديالو المادي، وهذه مساله اللي كتخليه من بعد ما كيجي يوصل لواحد السن حتى كيكون عنده واحد الشعور بالمسؤوليه وواحد الاستقلال مادي اللي كيخليه يقدر يدير مسائل اخرى، يدير اهداف اخرى في صوب الايام ديالو ويخدم عليها. الكلمه اللي غادي نوجهها للمؤسسه محمد السادس هي كلمه شكر وامتنان. المؤسسه بشكل عام، انا شخصيا منحه الاستحقاق كانت السيده اللي متبعه معنا انسانه طيبه وخلوقه. احنا على بوك ما كناش كنتفكروا وقتاش خصنا نفعلوا الوثائق، كانت كتصل بينا شخصيا، يعني كان التواصل مستمر وايجابي وكانت تشجيعات كبيره في الدراسه. يعني كل مره كنت نقولوا اخت او اخت كبرى في المؤسسه، ويعني هذا الشيء في حد ذاته هذا العامل الانساني عامل مهم باش كتنجح اي مبادره كما كانت. هذا الشيء علاش يعني كنشكر بزاف المؤسسه، وانا ممتنه بزاف لان ديك المنحه كانت ساهمت في بناء بزاف ديال المسائل في المسيره ديالي، سواء الجامعيه او المهنيه فيما بعد. كنتمنى للمؤسسه يعني تستمر في هذا العمل ديالها، وتحاول تخدم على خدمات اخرى اللي يقدروا يكونوا احسن مما احسن، وغير يزيدوا المستوى ديال الرجال ونساء التعليم وربما ناس اخرين يعني.